فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل توفي في الحج ولم يطف طواف الإفاضة، فهل يجوز الإكمال عنه؟ الذي وقصته راحلته مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، أمر به صلى الله عليه وسلم فكفن بثياب الإحرام، ونهى عن تغطية رأسه وعن مسه بالطير، ولم يأمر بإكمال المناسك عنه، وقال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فلا يكمل عنه، يبقى في نسكه إلى أن يبعثه الله يوم القيامة. نعم، فضيلة الشيخ هذا وفقكم هو مقتضى الدليل، لكن بعض الفقهاء يقول يناب عنه ويقضى عنه، الله أعلم. نعم.